بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي العظيم. والنهارده هيكون مباراه مهمه وصعبه جدا جدا للغايه، مباراه قمه بين نادي الاهلي صاحب المركز الاول ونادي غزل المحله صاحب المركز الثاني. هنتكلم عن المباراه كتير من جميع الجوانب الفنيه والتنظيميه والجماهيريه وكل اللي حاصل وكل اللي حصل كل اللي هيحصل. لكن قبل ما نروح لازم نتكلم على أكتر من نقطة، أهمها وأولها لازم نهني ونشيد بما فعله المغرب في كأس العالم، وصوله عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور في تاريخ كأس العالم، ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون والسنغال وغانا. ده زي ما بقول لحضراتكم جه عن جدارة واستحقاق، مش مجرد كلام، لا، المغرب فعلا قدمت مستويات غير مسبوقة، قدمت مستويات تاريخية، قدمت أداء في الدورة كلها، أداء متوازن هجوميا ودفاعيا. يستحقوا عليه الصعود؟ آه يستحقوا عليه الصعود. يستحقوا اللعب مع الكبار في دور الثمانية؟ يستحقوا عن جدارة واستحقاق. كل واحد اجتهد، كل واحد بذل كل اللي عنده من أجل مصلحة واحدة بس، من أجل مصلحة واحدة بس، مصلحة منتخب بلده، مصلحة منتخب بلده، وحط عليها دي أو تحتها ألف خط عشان هنرجع لها تاني كمان شوية. منتخب المغرب شفنا قد إيه فرحة الناس كلها، فرحة الوطن العربي كله، مش جمهور المغرب بس، كلنا فرحانين بهذا الإنجاز. زي ما أنا بالنسبة لي واحد من ضمن المصريين اللي كانوا فرحانين بالإنجاز العظيم اللي عملته المغرب، كأن مصر هي اللي بتلعب. كل العرب كانوا كده، كل العرب كانوا روح واحدة، كل العرب كان قلبهم على قلب رجل واحد مع فرقة المغرب في الملعب. حتى الناس اللي في الشوارع من المحيط للخليج شفنا فرحة غريبة جدا ولكن متوقعة من الشعب العربي. لكن احنا عندنا أمل في المزيد، منتظرين من فرقة المغرب المزيد، لأن هم فعلا يمتلكوا الحاجات دي، هم فعلا يقدروا إن شاء الله يتخطوا فريق البرتغال الصعب. فريق البرتغال فريق صعب جدا جدا جدا، بيضم لعيبة على أعلى مستوى، فريق مصنف من ضمن الأربعة اللي ممكن يوصلوا للسيمي فاينل، ولكن احنا واثقين جدا 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 في فرقة المغرب ورجالة فرقة المغرب في الملعب. المستوى بينهم مش بعيد قوي، زي ما شفنا كده في كأس العالم المستويات معظمها متقاربة. بالعكس في بعض اللعيبة وبعض المراكز المميزة في المغرب مش موجود منها في البرتغال. هتقول لي بس فرقة البرتغال يعني الفوارق كبيرة وبينها والمغرب، لا الفوارق مش كبيرة قوي. عندهم خمس ست لعيبة تقال من نوع من أحسن اللعيبة في العالم، ولكن المغرب تقدر ان شاء الله تعدي دول الأربعة. المغرب حطت هدف قدامها قبل ما تلعب كاس العالم، وساعت له من بدري، لان كله بيشتغل عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان خاطر البلد. صدرت مجموعتها، وده حدث تاريخي للانديه العربيه، للفرق العربيه، المنتخبات العربيه، وكمان زادت من الانجازات بالصعود لدور الثمانيه، وإن شاء الله عندها الزيادة، وأنا متفائل خير. يعني اللي عملته المغرب لحد دلوقتي إنجاز تاريخي، إنجاز تاريخي على مستوى العرب. إن شاء الله متوقع إنها توصل لدور الأربعة، ليه لأ؟ ده مدرب اشتغل على نفسه كويس، لعيبة اشتغلت على نفسها كويس، المنظومة كلها حطت قدامها مصلحة بلدها ومصلحة المنتخب بس، عكس اللي بيحصل في بلاد تانية، عكس اللي بيحصل في بلاد تانية. وانتوا عارفين انا قصدي ايه، البعض بيرفع مصلحته بس او مصلحة ناديه، ولكن هي في الاخر مصلحة خاصة، يعني مش مصلحة البلد، مش مصلحة عامة. يعني احنا لو نفتكر كده بعض الحاجات، يعني ما كانش نفسي اتكلم فيها، ولكن ايه، يعني في المنتخبات مثلا، في المنتخبات عندنا كانوا يخرجوا لعيبة من معسكر المنتخب عشان يروحوا يلعبوا ماتش دور تمهيدي في ناديهم، ويقول لك الكره المصريه واحنا بندير كذا وعشان نبص لقدام وعشان المنتخبات تعلى وعشان، هو ده كلام اصلا؟ فتره كانت فتره توقف دولي، يعني المنتخب ليه الحق في الاحتفاظ باللعيب، لكن اللي بيحصل عندنا لا لا لا، عكس الواقع وعكس مصلحه المنتخب وعكس مصلحه البلد. نهايه المطاف، مش عيب نتعلم من اخطائنا، مش عيب نتعلم من الغير، مش عيب نتعلم من المغرب، لانهم بيمروا بنفس ظروفنا، ظروف مناخيه، ظروف ماديه، لكن التفكير مختلف،
تفكير مختلف، لان في ناس حاطه مصلحه منتخبها وبلدها قدام اي شيء. في رئيس اتحاد بيفكر لمصلحه الكره المغربيه بلده. في مسؤولين عندنا بقى في اتحاد الكره والاتحاد الافريقي والفيفا كل اللي يهمهم مصلحتهم فقط، مجامله بعض الانديه فقط، ده الاساس وده النظام عندهم. ولو مش في الصوره خلاص يبقى مش هيساعد. ده اللي موجود عندنا ولازم نصارح بيه نفسنا. لازم نركز في حاجه واحده، المسؤولين عندنا عن المنظومه الرياضيه اللي ماسكين مناصب كبيره مسؤوله عن الرياضه في البلد، ركز في منتخبنا، منتخباتنا كلها عموما يعني. ركز في مصلحه البلد. ركز في مصلحه البلد. لان كل الانديه دي بتشتغل لمصلحه المنتخب. مصلحه المنتخب يعني مصلحه البلد. يبقى ما تجيش انت كمسؤول ومشرف على المنتخب تفضل مصلحه ناديك اللي بتنتمي ليه على حساب المنتخب. ويا ريت نتعلم.